الاستاذ عبد المحسن، هرجع لك تاني في النقطه الحساسه اللي انا يعني قولا واحدا لابد وان يكون على راس المؤسسات الصحفيه صحفيا، ولا يصلح الا ان يكون صحفيا. غير الكلام ده يبقى احنا بنهرج بقى. نتكلم بقى بصراحه. ما انا بقول لك احنا، تعالى انا ضربت لك نماذج التاريخ كلها بتقول كده. صحيح. اللي عمل الاهرام مين؟ ما هم صحفيين برضه. صحيح. اللي عمل الشوام صحفيين، ما كانوش بقالين يعني. ما يعني ما في الاخر اللي عمل مصر اليوم قبل الثوره صحفي. صحفي. وغيره ما ينفعش الكلام. ليه بقى؟ لان مهم جدا. تعالى النهارده لو انا بتكلم بمجرد الاقتصاد البحت، يعني حضرتك عايز تعمل مهمه صحفيه تشتغل وهتكلفني 50,000 جنيه. لو انا بتكلم مانيش ابن المهنه مش فاهمها، الافضل اسهل قرار ان انا اقول لك هتكلفني 50,000 جنيه ليه وانا مش لاقي مش عارف ايه يا عم. الغي الكلام ده، احسبها بالارباح والخسائر يعني الماديه. يعني ايه يعني؟ ما انا اجيبها من وكاله انباء. ايه يعني؟ ايه يعني فيها ايه؟ ما اجيب الخبر من على اي وكاله انباء اجنبيه ولا اي حاجه؟ هذا كلام عبث. لان حضرتك وانا بديك المهمه الصحفيه بخليك تروح. ده انت عارف ده بالنسبه لي ايه؟ ده عامل زي الماده الخام بتاعت مصنع اللي انت جايبها لاي مصنع تاني. صحيح صحيح. انت الماده الخام بتاعتي. صحيح. فمين يفهم الفكريه بتاعتك؟ مين يفهم الماده الخام دي غير واحد صحفي وفاهم وعارف فاهم الكلام ده؟ فكره بقى ان احنا نتكلم على يعني اداريين او كذا او كذا، مع احترامي الشديد ليهم، وهم اخوه افاضل وكل حاجه ولهم دورهم محترم طبعا، مش لا نقلل منه اطلاقا، لكن لا، هذا كلام يصلح في اماكن اخرى. لكن اذا كنت بتكلم على مؤسسه صحفيه فلا بد ان يكون على راس هذه المؤسسات صحفيين من طراز رفيع، صحفيين واداريين. اداريين يعني ايه؟ يعني حد عنده خبره اداريه، صحفي عنده خبره اداريه، مارس الاداره من قبل، متمرس، فاهم يعني ايه، ويعني فاهم يعني ايه توزيع، ويعني فاهم اعلانات، ويا فاهم مطبعه، ويعني فاهم تحرير، ويعني فاهم مهمات صحفيه، يعني ايه مكاتب. احنا